اللي عنده في طرح العالم في نقاط العالم ويوصل لكبار الامان. ربنا بينشر النفس البشريه المنتصره ازاي؟ ربنا بيقول من هذه الطالعه من البريه كاعمده من دخان، كاعمده من دخان زي البخور، كاعمده من دخان معطره بالمر وباللبان. المر واللبان دي من الحاجات العطره الحلوه اللي بتتحط في البخور او بتتحط في حموض الاموات، بتبقى حاجه رائحه كويسه. الله بينظر لهذه النفس بفضائلها، المر واللبان ده بالظبط كده هي الفضائل اللي بتزين النفس. طبعا لما نتكلم عن فضائل في حياه سيدنا البابا شفناها او سمعنا عنها مش هنخلص كلام، ولكن ده الوقت محدود بسبع دقائق، فيعني ايه حد يشد المايك بعد سبع دقائق. المر واللبان هي الفضائل اللي بتزين حياه سيدنا البابا. لو بصينا مثلا نذكر الفضائل اللي نقدر نقولها دلوقتي بسرعه كده واحنا قاعدين، يعني لو في فضيله مثلا زي فضيله الحكمه. فضيله الحكمه يعني اسمحوا لي يعني احكي بعض المواقف كده اللي شفناها او سمعنا عنها من اللي كانوا مشاركين مع سيدنا البابا. من الامور الواضحه في حياه سيدنا البابا هي الحكمه. الحكمه هي تمييز الامور. حكمه يعني الواحد يعرف يقول انت وانت يقول لا، انت يشد وانت يلقي. ده سيدنا البابا عنده دي فضيله كده زي ما تقول كده حاجه فطريه، حاجه طبيعيه تكون كده اهو من غير ما يفكر ولا يعمل، بالطبيعه هو بيفكر بيتصرف تصرف حكيم. كانت مره من المرات حوالي سنه 2000 كده او سنه 1999، كان قبل ما يبقى الاجتماع بتاع سيدنا كده بيتنقل في النت وفي القنوات التلفزيونيه سي بي تي والراديو والكلام ده، كان زمان في الوقت ده يعني من حوالي 12 سنه كده ولا حاجه، كان وقتها لما سيدنا البابا ياخد موقف ويروح البيت ويلغي الاجتماع كانت تبقى كارثه كبيره يعني على البلد. وكانت الحكومه ساعتها الدوله وقتها كانت تسعى بكل الطرق انها يعني تحاول ان البابا ما يلغيش الاجتماع بتاعه. كان يعملوا اللي عايزين يعملوه كحكومه يعني او كدوله كمسؤولين، وعاوزين البابا يعني يستحي ويسكت يمشي الاجتماع بتاعه، لكن سيدنا البابا كان قوي. فكان مره من المرات خد قرار ان هو، انا مش فاكر بصراحه المشكله كانت ايه وقتها من كثر المشاكل اللي سيدنا شافها يعني. لكن وقتها سيدنا البابا اخذ قرار ان هو يروح يديره مش يعمل الاجتماع. كل الاجهزه بتاعت الدوله ساعتها اتهزت، البابا هيجي الاجتماع يعني الناس اللي في المهجر هيسمعوا، يعني الدنيا هتقوم، يعني البلد والامن حاجات تبقى تقلقهم. فكان وقتها في الدير ده وجه ناس مندوبين من وزاره الداخليه كتب كبيره كده يعني يزوروا عشان يقابلوا سيدنا علشان يقنعوه ان هو ينزل يعمل الاجتماع. الكلام ده كان يوم اربع، اجتماع سيدنا يوم الاربع، هم يقولوا كل يوم الاربع الصبح على اساس يعني يقعدوا معاه يقنعوه وينزل اخر يوم يعمل الاجتماع. قعد مع سيدنا بيقرب من حوالي ثلاث ساعات، وبعد الثلاث ساعات سيدنا كان بيحكي للمنظمين بيقول لهم هم جايين علشان يمنعوني ان انا انزل اعمل الاجتماع حفاظا على الامن، حفاظا على الامن. وانا سيدنا بيقول وانا حفاظا على الامن اقنعتهم برضه ان انا مش هعمل الاجتماع حفاظا على الامن. شوف القوه بتاعته والحكمه بتاعته. هم جايين يعني من طريق او من دولة علشان حفاظا على الامن وامن اولادك وامن الشعب وامن مصر والكلام ده كله في الاجتماع اللي انت معقول عليه. انا اقنعتهم ان انا مش هنزل اعمل الاجتماع حفاظا على الامن. ساعتها سيدنا حكيم من ده الحكمه يعني حكى لهم حكايه كده بسيطه يمكن يكون الناس مننا سمعوها. قال لهم في مره من المرات الحق والباطل كانوا ماشيين مع بعض واختلفوا. وكان معاهم رقوبة. أنا أحب تعبير سيدنا اللي بحاول إن أنا أستخدم الألفاظ اللي سيدنا رقوبة يعني حمار أو هي حاجة تتركب يعني. كان الحق والباطل ماشيين مع بعض ومعاهم رقوبة. واختلفوا مع بعض مين اللي ينجب الرقوبة اللي هي. فهم مختلفين شافوا راجل دين جاي من بعيد، برضه زي ما قلت راجل دين جاي من
اول ما عرض انه الراجل الدين ده هو الراجل الدين يعني ممكن يكون شيخ او قسيس او غيره يعني بس الناس المسلمين قال لهم كلمه الراجل الدين. فاول ما عرض الراجل الدين منهم ان الحق والباطل فراح باطل باطل كده هو وراح قال للراجل الدين ده هل هو ايه اللي يمشي يا مولانا الحق ولا الباطل؟ قال له الحق طبعا. واخدين بالكم هم مختلفين من اللي يركب فالباطل سبى عشان صوته عالي دايما الباطل سبى وراح قال للشيخ اهو قال لي يا مولانا هو ايه اللي يمشي؟ مولانا طبعا قال ايه؟ الحق طبعا هو اللي يمشي قال له خلاص مولانا حكم ان الحكم انت اللي تمشي. كان فيها يعني زي ما تقول كده يعني تلميح زي ما بيقولوا بالبلدي كده الحته اللي يفهم يعني اذا كان الباطل صوته عالي والحق مش عارف ياخد حقه ومش عارف يمشي في البلد طب نعمل ايه؟ كان مجرد لفت نظر بمنتهى الحكمه من سيدنا. ومره ثانيه انا حكيت قبل كده الحكايه دي لما في اول التحفظ بتاع سيدنا لما قعد في الغير السادات ساعتها راح ناس علشان يحاولوا المجاره بتاعت سيدنا ويعملوا اي حاجه بعد كده هو معاه محدش يشوف تاني بعد كده ولا حاجه وقتها يعني ساعتها كان سيدنا لما سربامون راح اخذ سيدنا مروه من المجاره وقال له لازم تبين معانا للنادي في الدير. سيدنا جوه ساعتها قال له مفيش داعي انا بيت انا زي كل مره قال له النادي احنا مش مطمنين انك انت بتاعتي معاه البلد مولعه والسادات اتجنن ومحدش عارف ايه اللي هيحصل انا مش مرتاح انك انت بتبيت المجاره الواحده المجاره بتبيت على بعد حوالي 12 كيلو من الدير. وفعلا سيدنا بابا كان معزه كبيره جدا من رمى سلمون قال له طالما دي رغبتك رمى سلمون انا هنزل معاهم. اول ما نزل معاهم كان بالليل المجاره بتاعت الجبل اتحوطت بالقوات كان حرب بقى عايزين في حرب يعني اتحوطت بالقوات ولما ما لقوش حد في المجاره اخذوا بعضهم ولقوا على الليل اتحوطوا بالليل. المهم ما طولش عليك وقتها حصل ان لما حوطوا الليل حاولوا انهم يخش قبل سيدنا فدخلوا مجموعة منهم كمندوبين يعني وعطوا خبر لسيدنا وسيدنا كان وقتها بترتيب معين من أما سلمون جمع كل الرباط بتاعة الدير في الكنيسة وكان سيدنا يقعد وسط الرباط وقال له احنا هنقابل الناس هنا كان جاسر الأنبا شوي حبيبنا وهو اللي كل البركة معانا. دخلوا المندوبين بتوع الداخلية ساعتها كانوا كتب عالية طبعا وقتها ما كانش فيه ما كانش في عساكر ولا غيره كانت قوة من الدرجة الأولى يعني. قوة عالية من الدرجة الأولى. دخلوا قعدوا دخلوا وسط الرباط طبعا دخلوا الكنيسة عشان يقابل بابا لقى كل الكنيسة مليانة رباط وكلهم لابسين الأصوات زي بعض والبابا قاعد وسط الرباط زي الرباط. فراح لما سلمون وقتها قال لهم نادي بس البابا يفضلوا يقولوا له اللي أنتوا عاوزينه. فحبوا إنهم يخلوا سيدنا شوية ويتكلموا معاه قال لهم اتكلموا دول كلهم ولادي ومفيش حاجه غريبه ومش حاجه تستخبى عليهم. كانوا وقتها عاوزين مش انهم يحددوا اقامته في الدير وبس، ده كانوا عاوزين كمان يحبسوه يمكن اكتر جوه اوضه ويحطوا حارس عليها وبرده تحت صوره ايه؟ تحت صوره ان دي من اجل الحفاظ على سلامته من اجل ان احنا خايفين عليه. قالوا انتوا خايفين عليه يا ابني؟ طبعا هم بيقولوا بطريقه غلطتي وهو بيرد عليهم بنفس الطريقه بتاعتهم. يرد عليه بنفس الطريقه. فقالوا انت هتخافوا عليا منين؟ بدون كلهم ولادي. قال له بس يعني لازم يكون حد معاك يحرسك ويبقى جنبك. قال لهم ده انت لو هتخلوا واحد جنبي علشان يحرسني ده انتوا كده تشغلوا الناس عليا. بقول البابا عامل حراسه عليه يبقى البابا فيه قدر. قالوا له خلاص طالما كده اهو الناس تتشغل احنا ممكن كمان الحراسه اللي عليك ده لو تسمح يعني ممكن البسه لبس غالب وما يبانش. فسيدنا بحكمة قال لهم ماله وبعد شوية تيجوا تقولوا لي ارسموا لي قسيس كمان. قال له لا ما ينفعش الكلام ده أنا قاعد هنا وسط ولادي ومفيش خوف عليا. فسيدنا بابا بيشوف فيه حكمة واضحة حكمة بسيطة عميقة ما تعرفش توصفها ازاي يعني حكمة بالفطرة كده زي ما هو بيقولوا يعني. من الفضائل الثانية حكيت 7 دقايق يا جماعة. أكملش؟ حاجة بسيطة بس. سيدنا البابا كان يتسم باللطف في العتاب حتى لما كان حد يضايق سيدنا ولا حاجة كان يبقى لطيف في العتاب بتاعه. يعني دايما كان سيدنا يوزع عليه بركات كده في
ليه؟ كل الموجودين ياخدوا بركه، الموجود موجود فاكهه يوزع علينا فاكهه، كل عايز ياكل حاجه بس فين، وموجود شوكولاته ماشي، ما فيش كمان ممكن يطلع فلوس يوزع علينا بركه كده يعني. فكان واحد من اللي حوالين سيدنا يعني مش امين قوي يعني كده، يعني يخدم في الخدمه بس ما كانش امين قوي. فكان سيدنا يجي عنده ويقول له كل دول حلال. سيدنا جوه برضه في حبه للاطفال، كنا نشوفه مثلا في اسبوع الميلاد او في اي مناسبه كانت في البيت، كنا نشوفه كان يقعد وكانت الاطفال تتجمع حواليه، ما كانش يخلو المنظر ده 30 40 طفل او اكثر حوالينه قاعدين كده يعني مرتاحين زي ما نكون قاعدين في بيتهم. الاطفال بيشعروا بالامان وبالراحه وبالفرح جنب سيدنا، من الناس المقربين لسيدنا اللي كانوا بيزوروه دايما في البيت. كان في بعض الاطفال يكون معاهم، كان الاطفال يعني يعتبر ان سيدنا صديقه الشخصي، يصحى من الصبح من الساعه 6 عشان يقعد على الكرسي اللي قدام سيدنا. طبعا انتوا عارفين قعده الاطفال على الكرسي اللي بيقعدوا يتربع كده مثلا، بيبقى ايه قاعد يتفرج على سيدنا ويتكلم معاه بمنتهى البساطه، وسيدنا في منتهى البساطه برضه يتعامل، وكل واحد يلاقي لسيدنا قبول ويلاقي لسيدنا استجابه، شخصيه غير عاديه يعني في القبول. مرة كان في معمودية، وكان سيدنا بيصلي معمودية ومسك الكتاب وبيقرأ، فناس من اللي مع المتعامل يعني معاهم طفل صغير، فالواد الصغير يعني ايه عارف البابا شنو ده، البابا شنو ده، البابا شنو ده. فمرة واحدة لقى البابا شنو ده في وشه، فالواد ببراءة كده قال بابا شنو ده ببراءة كده اهو. فسيدنا راح وقف الصلاة قال له نعم يا حبيبي. يعني ماشي ده سيدنا هو غيره، الواد بمنتهى البساطه قال كده، وسيدنا بمنتهى البساطه رد عليه الرد البسيط ده اهو. اخر حاجه اقولها، سيدنا عنده قدره كبيره جدا على الصمت. الصمت زي ما اتكلمنا في العذراء مريم، الست العذراء مريم كانت تشوف عجائب ومعجزات وحاجات غريبه جدا، وانها كانت تحفظ جميع هذه الامور وتفكرها بها في قلبها. سيدنا بابا من الصفات الكبير ان هو يقدر يسكت، ده واحد نبي من الانبياء العظام زي ارميا النبي مثلا ما كانش يقدر يسكت. ارميا النبي بنسميه النبي الباكي، كان من كتر ما بيتكلم ربنا كان بعته علشان ينزل الشعب، وكان كلامه ناشف شويه، فما كانش يقدر يسكت، يتكلم ما كانش حد يسكت له كان يدوله على كلامه، كان اسمه نبي. طب يسكت؟ ما يقدرش يسكت، لأن الكلام جواه عاوز يتكلم، كل ما يجي يتكلم كلام صعب، طب يسكت يلاقي كلام جواه زي النار، فالقدرة على الصمت دي فضيلة عظيمة جدا مش أي حد يقدر يوصل لها. تخيلوا مثلا إن الكلمة بتاعة السادات بتاعة 5 سبتمبر اللي أنتوا عارفينها اللي هي اللي قال فيها الكلام اللي مش لازمة ده، من 5 سبتمبر السادات اتقتل إمتى؟ 6 أكتوبر. شهر. بخلال شهر ما سمعناش من سيدنا البابا اي تصريح في الفتره دي، ولا اي شماته ولا اي كلمه قالها بخصوص هذا الموضوع. كان احد الاباء الاسقف اللي كانوا في التحفظ الموجودين في المتحفظ عليهم كانوا بيصلوا باستمرار. يوم ما السادات اتقتل واحد من الضباط راح قال لهم ايه؟ قال لهم مكفاياتكم كرياليسون كرياليسون اللي بتقولوها دي عايزين اثنين ثاني، السادات اتقتل. سيدنا المسقف ده حكى الحكايه دي، احنا ما كناش مصدقين من كتر ما احنا بنصلي لكن معقوله السادات اتقتل؟ واخدين بالكم؟ كون ان حاجه زي كده تحصل، معجزه عظيمه زي كده تحصل وسيدنا ما يسرعش فيها، دي قدره عظيمه جدا على الصمت، وفي صمته بيكون اكثر تعبيرا من لما بيتكلم، اللي هو كلامه كله حكمه. ارجع تاني لكلمه سليمان الحكيم اللي بيقولها، من هذه الطالعه من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر وباللبان وبكل أزمة التاجر، كل أدوات الحاجات اللي بتجمل النفس، كل أزمة التاجر. في آخر الإصحاح يقول جملة حلوة يعني تنطبق على سيدنا البابا وتنطبق على كل نفس تعيش برضا ربنا وتتمم مشيئته، يقول إيه؟ اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي تواجده به امه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. هنيئا لسيدنا البابا في